جزاء في التدخل الأخير في اللقطة الماضية أمام رشيد بركينين. شوف هنا 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 بدون كرة كانت العرضية ثم كخاطب مع الغرفة. نعم ركلة الجزاء حاضرة ورشيد جول. رشيد بركينين من نقطة الجزاء يضع الخريطيات في مقدمة هذا اللقاء. الكرة في نفس يا يزن يا نعيم. حارس المرمى إشهاب الليثي تلعب الركنية داخل المنطقة بالرأس. الله ما يعجز المهاجمين فالدفاع بارتقائك كذا كعمل إبراهيم ماجد. يا سلام يا سلام يا سلام يا إبراهيم. الله 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 أي ارتقاء وأي 20 نقطة كان بالإمكان أن يدخل إلى حسابات صراع المربع. ممكن ممكن لا 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 رجل المباراة بلا نزاع إبراهيم الماجد. هذه الغفلة هذا الخطأ. شوف الكرة يا إبراهيم يا الماجد هو من فعل كل شيء. الله لقطة تدرس إبراهيم في المجهود في العطاء كافأته كرة القدم. الله 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 يستعيد كثير من ذكريات الزمن الجميل إبراهيم الماجد. وممكن يقول لماذا